يقول السائل: هل تقطع المرأة صلاة الرجل وهو يصلي خلف الإمام إذا مرت من أمامه؟ لا، سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مرت المرأة من أمام المأموم فهذا لا يؤثر على صلاته، بدليل أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان صغيرا وكان راكبا على أتان، يعني على حمار، على حمارة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه في منى، فجاء عبد الله بن عباس راكبا على الحمارة من أمام الصف، من أمام الصف، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سترة الإمام سترة للمأموم.